القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. قالت صحيفة ذا صن البريطانية أن أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي قد سافر إلى فرنسا للقاء رئيس نادي ليون. وأشارت الصحيفة إلى أن فينجر اجتمع في منزل رئيس نادي ليون للحديث حول ألكسندر لاكازيت والتوقيع معه مقابل 50 مليون جنيه استرليني. تصنيفات الخبر أرسنال فينجر. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.